السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناة عالم الجان. اليوم بإذن الله نتكلم عن فيديو خطير جدا، من وسوس للشيطان حينما رفض سجود لآدم. هذا هو فيديو اليوم. حين رفض إبليس السجود لآدم لم يكن هناك شيطان، فمن وسوس له؟ سؤال وجيه، سؤال خطير جدا. الشيطان عندما عصى الله، من كان شيطانه؟ اقرأوا هذه السطور لتعرفوا من هو الشيطان الحقيقي لنا. إن كلمة نفس هي كلمة في منتهى الخطورة، وقد ذكرت في القرآن الكريم في آيات كثيرة. يقول الله تبارك وتعالى في سورة قاف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نحن نؤمن بالله عز وجل ونذكره ونصلي في المسجد ونقرأ القرآن ونتصدق وإلى آخره من الحسنات، وبالرغم من ذلك فما زلنا نقع في المعاصي والذنوب. فلماذا؟ السبب في ذلك هو أننا تركنا العدو الحقيقي وذهبنا إلى عدو ضعيف. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إنما العدو الحقيقي هو النفس. نعم، فالنفس هي القنبلة الموقوتة واللغم الموجود في داخل الإنسان. يقول تبارك وتعالى في سورة الإسراء: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقوله تبارك وتعالى في سورة غافر: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وقوله تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. وقوله تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وقوله تبارك وتعالى: علمت نفس ما أحضرت. لاحظوا أن الآيات السابقة تدور كلها حول النفس، فما هي هذه النفس؟ يقول العلماء أن الآلهة التي كانت تعبد من دون الله، اللات والعزى ومنات وسواع وود ويغوت ويعوق ونصرع، كل هذه الأصنام هدمت ما عدا إله مزيف ما زال يعبد من دون الله. يقول الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ومعنى ذلك أن هوى النفس إذا تمكن من الإنسان فإنه لا يصغى لشرع ولا لوزاع ديني، لذلك تجده يفعل ما يريد. يقول الإمام البصري رحمه الله في بردته: وخالف النفس والشيطان وعصيهما. ففي جريمة قتل قابيل لأخيه هابيل، يقول الله تبارك وتعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه. عندما تسأل إنسانا وقع في معصية ما وبعد ذلك ندم وتاب، ما الذي دعاك لفعل هذا؟ سوف يقول لك: أغواني الشيطان. وكلامه هذا يؤدي إلى أن كل فعل محرم وراءه شيطان. إن السبب في المعاصي والذنوب إما من الشيطان وإما من النفس الأمارة بالسوء. فالشيطان خطر، ولكن النفس أخطر بكثير. لذا فإن مدخل الشيطان على الإنسان هو النسيان، فهو ينسيك الثواب والعقاب ومع ذلك تقع في المحظور. قال الله عز وجل في محكم كتابه: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وأخيرا نتضرع إلى المولى جل وعلا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هناك أحبابي الكرام هرمون في الجسم يفرز خلايا على القلب عندما نلهى عن ذكر الله، ومن ثم تكون غشاء على القلب يسمى الران، ويسبب اكتئاب حاد وحزن وضيق شديد. قال تعالى: كلا بران على قلوبهم. نسأل الله عز وجل أحبابي الكرام كما سمعتم هذا الفيديو أن تنشروه. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.